بالنسبه لامراض ال لا قدر الله لك حد وقع فجأه، حد جاله جلطه فجأه، هل في علامات قبليها؟ اه ما هو ده بيبقى بقى الضغط بقى ضغط الضغط بتاعك فيه مشكله؟ الضغط العالي هو اللي بيسبب الجلطه يا دكتور؟ الضغط العالي الضغط العالي طبعا هو من اكثر الحاجات اللي بتسبب كده لانها بتسبب نزيف وبتسبب كمان حدوث الجلطه ده متعلق شويه بالشرايين ومتعلق بحاله الكوليسترول والدهون نعم لان الدهون لما تبقى زياده فبالتالي ده ممكن عرضه ان هو يعمل جلطات داخل الشرايين فيحصل انسداد فيحصل حاله من حالات اللي بقى بيحتاج قسطره ويحتاج تدخل علشان نقدر نتغلب على هذه الجلطه ارتفاع الضغط بيعمل صداع بيعمل زغلله بيعمل دوخه كل دي علامات كل دي علامات بتظهر على المريض واعراض بيشتكي منها دي يتطلب ان هو يكون متابع لحاله الضغط بتاعته يكون ماشي مع طبيب متابع معاه باستمرار يعني هتوقف عند الضغط دي في ناس تقولك لازم تقيس الضغط كذا يوم ورا بعضه في نفس الميعاد هل الكلام ده صحيح نفس الجهاز ده ده انا لما اروح اقيس الضغط وبلاقيه عالي بقول ما بقدرش ابدا معاه علاج الا لما اعمل كده اقيس الضغط بنفس الجهاز طبعا عشان بيبقى نفس المقياس ثلاث مرات في الاسبوع ما بين يعني كل افوت يوم واقيس في وضع هادي مستريح مش مش انا طبعا من ضمن الناس اللي ضد قياس الضغط في الصيدليه مم. لانك انت بتبقى داخل مجهد جاي من مشوار طالع السلم الصيدليه داخل في حاله متحفز مش 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 مرتاح، لا ده يكون في البيت وهادي ومركز والدنيا تمام، يكون مسترخي على ظهره، فارد ايده، وتقاس في الدراعين، هنا مره وهنا مره. فعلا. طبعا عشان اقدر اخد قرار لان البدء في علاج الضغط ده مش امر سهل، لانه هيكمل عليه، مش طبعا عادي جدا انه ياخد ضغط ده مدى الحياه، بس علشان ده هيبقى قرار مش سهل وقرار هي. مدى الحياه مدى الحياه أني يعني فمش سهل ان انا اقرر ان ده ده هل ده ضغط ارتفاع ضغط مفاجئ نتيجه ضغط عصبي او نتيجه توتر او نتيجه قلق ولا ده لا ده بقى مريض ضغط نتيجه وراثه او حاجه فهكمل معاه نعم آه طيب ايه امراض تانيه برضو المفروض يبقى فيها علامات امراض يعني حضرتك بتشوفها كتير آه ولازم يبقى فيها علامات و وتنصحنا ان احنا نخلي أمراض بالنا من امراض فوتاش. امراض الشرايين مهمه جدا جدا طبعا امراض الشرايين وانسداد الشرايين الشرايين من شرايين التاجي او الشرائين الاورتي او اي ده ده نتيجه عندنا احنا عندنا عادات غذائيه سيئه جدا في مصر